هذه سائلة تقول: حينما أطلب من زوجي مصروفا لحاجات أولادي وحاجات البيت يمسك عن الصرف في بعض الأوقات ويغضب من طلبي له، وفي يوم من الأيام قمت وأخذت مبلغا من عنده دون علمه وصرفته على نفسي والبيت والعيال، وندمت الآن على ذلك وأخشى أني وقعت في معصية، فماذا أفعل؟ نقول لأختنا: صرفية البيت ضروري وكمالي، فإن كان الذي أخذتيه في البيت ضروري، ومن الضروري الآن يا إخواني إعطاء العيال فسحة، لأن كون العيال يروحون للمدرسة زملائهم والناس معهم فسح وهم ما معهم شيء، يمكن أيضا يستغلون استغلال ويفسدون. الفقر يا إخواني شين. عندي أنا امرأة سابقة سألتني، قالت: والله يا شيخ ماني بأخذ اللي أعطيها البزران على ريال وريالين، أبيهم ما يحتاجون في المدرسة، خايفة عليهم. يا إخواني هذا يجوز، وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي، هل علي يعني شيء لو أخذ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي شيء اللي العرف يجي زهلت، لا تأخذين شيء لست في حاجته. يا إخواني الأخذ للحاجة الضرورية التي يحتاجها الناس في بيوتهم، يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها في مثل هذا الأمر إذا كان ذلك متوفر عنده، يعني معه في مخباه، شافته في سدى. لأن الناس يا إخواني ينقسمون إلى قسمين: في بخيل، هذا اللي نقول يجوز يأخذ منه إذا كان بخيل بالضروريات، وفي إنسان ما عندش عنده مثلا 200 ريال وخليها بنزين، ها؟ فهذه مشكلة. بعد إذا أخذتها البنزين وين يوقف في الشارع؟ هي مشاكل. ولذلك المرأة العاقل تعرف متى تأخذ من زوجها، وتعرف هل زوجها عنده شيء ولا ما عنده شيء، وهي إخواني المرأة العاقل شريكة حياة. نعم.